هناك بعض الأدوية اللي ممكن تيجي في الـ NCQ يعني الدواء اسمه ايه وبيشتغل ازاي مش اكتر من كده. ودي الأدوية الحديثة اللي ساعدت في علاج حالات الاسكيريت بارتي. على سبيل المثال مثلا ان النيتريت كان دواء رائع جدا وبيطلع نيتريك اوكسايد وبيعمل لي فينو دايلاتيشن وبيقدر الكاردياك وورك والاكسجينيت، ولكن بيعمل ريفلكس ذكي فطلعنا دواء بنفس المواصفات بتاعته اسمه مولسيدونين ودواء ريفلكس ذكي ما بيعملش ريفلكس مين؟ يعني بيعمل لي سلبي نايتريت كافين ودايليتور كنايتريك اوكسايد ريليس بس البوستشر الهايبوتنشن بتاعه الشديد فما بيعملش ريفلكس تاكيكارديا زي مين؟ زي نايتريت. صعب يا جماعه؟ طيب عظيم. وبعدين بدا يظهر كمان دواء اسمه نيكورانديل ده مهم في الام سي كيو. نيكورانديل ايه النيكورانديل ده؟ ده حضرتك هيطلع نايتريك اوكسايد يعمل لي فازوديليتيشن. مش بس كده ده كمان هيعمل بوتاسيوم تشانل اوبنر. هيعمل ايه؟ واحنا اتعلمنا لما تفتح بوابه البوتاسيوم البوتاسيوم يطلع ولا يدخل؟ يطلع. طب البوتاسيوم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ يبقى انت لما تطلع البوزيتيف يبقى جوه الخليه بقى مور نيجاتيف صح؟ يحصل جوه الخلايا هايبر بولاريزيشن. يحصل ايه يا جماعه؟ يعني السموث ماسل يحصل فيها ايه؟ ريلاكسيشن. يبقى هو بيعمل فازوديليتيشن بطريقتين، انه يطلع نيتريك اوكسايد او انه يعمل بوتاسيوم شانل اوبيلر. ده ميكوراندي. وبعدين حديثا جدا ظهر دواء اسمه ايفابرادين. ايفابرادين مين الايفابرادين ده؟ ده حضرتك الشانل المخصوص موجوده في الاس اي نود. بيعمل ايه؟ بلوك اي اف تشانل. بيجي مين؟ اي اف تشانل. مين الشانل دي؟ دي حضرتك موجوده في الاس اي نود مسؤوله عن الاوتوماتيسيتي. يبقى الايفابرادين بلوك اي اف شانل انهبت اوتوماتيسيتي. يبقى الهارت ريت، يبقى الكاردياك وورك، يبقى الاكسجين نيد، وبالتالي لها دور في التعامل مع حالات الاسكيزوفرينيا. مول سيدومين نايتريك اوكسايد فينودايليتور وزود ريفلكس نيكورانديل فازودايليتور بطريقتين نايتريك اوكسايد ريليز وبوتاسيوم شانل اوبنر. ايفابرادين بلوك اي اف شانل في الاس اي نود انهبت الاوتوماتيسيتي انهبت الكارديو فورس والاكسجين. دول ينفعوا حتى في الاكيوت لانهم بيقدروا يقللوا الكارديو فورك او بيقدروا يعملوا فازو. حلو جدا. انما هناك بعض الادويه هيبقى لها دور بدون ما تقلل الكارديكور وبدون ما تعمل فازو دايلاتيشن. يبقى دور هذه الادويه فقط كارديو بروتكشن. دور هذه الادويه فقط ان بتوين اتاكس. طالما مش هتقلل الكاردياك وورك والاكسجينيت وطالما مش هتعمل فازو دايلاتيشن يبقى ليس لها دور في التعامل مع الاكيوت اتاك. يعني انت تديها للراجل ده لما تكون حالته طبيعيه لانه مش هتقدر تفيده لما يبقى المريض عنده اكيوت اتاك. مين هي الادويه اللي ممكن تفيده على اللونج ران؟ ممكن الادويه اللي ليها كارديو بروتكتيف تراي ميتازيدين. اسمه ايه؟ تراي ميتازيدين. ايه الدواء ده؟ حضرتك
لما بيحصل اسكيميا للتشوز، لما بيحصل هايبوكسيا للتشوز، جسمك بيعمل حاجه اسمها انيروبيك جلايكولوسيس. هو ملوش اكسجين فبيضطر يعمل ايه يا شباب؟ انيروبيك جلايكولوسيس. يعني ايه انيروبيك جلايكولوسيس؟ يعني بيستخدم الطريق بتاع اللاكتيت، بياخد سكه اللاكتيت باثوي، وبالتالي بيعمل لاكتيك اسيدوزيس. يبقى لما الهارت يحصل فيه اسكيميا للاسف بيدخل جلايكولوسيس على سكه اللاكتيت ويحصل لاكتيك اسيدوزيس. الاسيدوزيس دي بتلخبط الالكترولايتس جوه الهارت وتبوظ الدنيا وتدي فرصة أكتر وأكتر للسيل ديث. طيب كويس. كمان حاجة مهمة جدا، الإسكيميا دي بتعمل حاجة اسمها فري راديكال برودكشن. بتعمل حاجة اسمها يا جماعة؟ إيه الفري راديكالز دي؟ دي مواد توكسيك بتعمل سيل دامج، بتعمل دامج أوف ذا مايوسايت. الترايميتازين يوقف اللاكتيت، يعني يوقف اللاكتيك اسيد. التراي ميتازيدين ريموف فري راديكلز، سكافنجر فري راديكلز، يشيل يتخلص من فري راديكلز. ده كده يا دكتور يبقى قفل التوكسيك اكشن بتاعه. يعني له انتي اوكسيدانت، له كارديو بروتكشن، يعني بيقلل السيل ديس والله. اسمه ايه؟ تراي ميتا زيتين، انترفير مع اللاكتيك اسيدوزس وريموف سكافنجر لمين؟ للفري راديكالز انتي اوكسيدنت. هل بيعمل فازو دايليتيشن؟ لا. هل بيقلل الكاردياك وور؟ عشان كده بناخده فين يا جماعه؟ لونج تيرم ثيرابي ان بتوين اتاكس. ظهر حاليا برضه دواء جديد اسمه رانولوزين. رانولوزين، ايه الرانولوزين ده؟ لقوا لما المريض بيحصل له اسكيميا، لما المريض بيدخل في اسكيميا شديده قوي بتفتح بوابات اسمها ليه صوديوم تشانل. بتعرف اسمها ايه يا جماعه؟ فتدخل الصوديوم. الصوديوم لما بيدخل في التوقيت ده ممكن يدخل معاه الكالسيوم، والكالسيوم يعمل سبيل اريزميا، ممكن يحصل ديث. تاني بتفتح بوابات اسمها ايه؟ ليه صوديوم تشانل، يدخل وممكن كمان ده يساعد على دخول كمان ايه؟ الصوديوم يدخل يغير لي في النيجاتيف في الكهرباء بتاعت الخليه، يبدا يدخل كالسيوم، كالسيوم يبوظ الدنيا خالص. اريزمي حضرتك، انا بمنع دخول الصوديوم، بمنع وبقفل الليت صوديوم تشانل اللي بتفتح اثناء الاسكيميا، فكده يبقى انا بحمي مين؟ الهارت. يبقى الراجل ده برضه كارديو بروتكتيف. رانوليزين ده بيعمل بلوك للليل صوديوم تشانل، زي ما اتفقنا في الادويه الجديده دي كلها اسم وميكانيزم. مولسيدومين نايتريك اوكسايد فينو دايليتور وداوت بروتكتيف. نيكوراندين بازو دايليتور بطريقتين، نايتريك اوكسايد برودكشن وبوتاسيوم تشانل بلوك. ايفابرادين بلوك اي اف تشانل، انهبت الاس اي نود وانهبت الاوتوماتيستي، يقلل الكارديك وورك والاكسجين نيد. في حاجتين بقى ليهم كارديو بروتكتيف، تراي ميتازيدين يقلل اللاكتيك اسيدوزس ويعمل ريموف للفري راديكالز انتي اوكسيدنت، ورانولوزين بيقفل حاجه اسمها الليت صوديوم تشانل. تعالوا نبدا في موضوع النهارده وهو الهايبرتنشن. يعني ايه هايبرتنشن؟ معناها سستيند انفيكشن اوف ذا بلاد بريشر اباف نورمال. اسبابه من 90 ل 95% من الحالات ايديوباتيك، من 5 الى 10% من الحالات سكندري، يعني في سبب معروف. زي مثلا واحنا ماشيين كده قلنا ان في حاله اسمها فيو كرومو بتنفضى، او واحد مولود عنده رينال ارتري ده بيرفع الضغط، او واحده ست بتاخد كونترا، او واحد بياخد كورتيزون لان الادويه دي بتعمل صوديوم ووتر، فبالتالي الضغط يعني ده اسمه سكندري هايبرتنشن. نسبته قد ايه؟ من 5 ل 10%. انما معظم الحالات ايديوباتيك من 90 ل 95%. السؤال الشكل ده
تعرف تقسيم لدرجات الهايبرتنشن؟ في تقسيمتين، تقسيمه قديمه ودي بتحط في اعتبارها فقط الدايستوليك، الدايستوليك فقط. الدايستوليك طبيعي لحد 89، يبقى عشان اقول ان المريض عنده ضغط من 90 ل 104 ده مايلد، من 105 ل 114 ده مودريت، 115 فيما فوق ده سيفير، تعدى ال 130 ده مالجنن. انا بتكلم على مين دلوقتي؟ دي التقسيمه القديمه. التقسيمه الجديده، التقسيمه الجديده حطت في اعتبارها السيستوليك والي والدايستوليك، حطت في اعتبارها السيستوليك والي دايستوليك، وقالت لي ان المريض اكوردنج للسيستوليك والدايستوليك بنقسمه الى نورمال بري هايبرتنشن، ستيج 1 هايبرتنشن، ستيج 2 هايبرتنشن، ستيج 3 هايبرتنشن. قسموها المراحل. النورمال يبقى حضرتك الدايستوليك بتاعه اقل من 80، ويبقى السيستوليك بتاعه اقل من 120، ده نورمال، ده اسمه نورمال. طيب تزود 9 تزود 10 هنا وتزود 20 هنا. بري هايبرتنشن من 80 ل 89 ده اسمه بري هايبرتنشن، لسه ما دخلش ما بقاش مولد ضغط بس اسمه بري هايبرتنشن. وهنا من 120 ل 139 كل مرحله هتزود في السيستول 10 وتزود في الدايستول 10 وفي السيستوليك 20. ستيج 1 من 90 ل 99 وهنا من 140 ل 159. ستيج 2 من 100 ل 109 وهنا من 160 ل 179. طب ستيج 3 110 فيما فوق. طب وهنا 180 فيما فوق. لو تعدى الدايستوليك 130 اسمه مالجنانت هايبر. السؤال ده فقط سؤال شفوي مش اكتر من كده. سؤال شفوي. تعالوا بقى نعالج الضغط. حضرتك دلوقتي مريض ضغطه عالي، الضغط جوه الشريان بتاعه عالي، تتعامل معاه ازاي؟ ببساطة خالص. لو ده الشريان بتاعي اهو، وجوه الشريان ده فيه بلاط، حلو قوي. والضغط اللي عامله البلاط على الأرتيريا الأول عالي، وأنا عايز أقلله، أعمل إيه؟ عندك حل من اثنين ملهمش تاني، يا تعمل فازو دايليتيشن يا تسحب شويه من الفراغ، مش حل تاني عشان تخف الضغط جوه الشريان ده، يا تسحب شويه فراغ فالبريشر يقع، يا توسع فالبريشر يقل. صح؟ مين حضرتك يسحب لك من الفراغ كل يوم؟ ومين يوسع لك البلاد فيزلز؟ فازو دايليتورز. حلو جدا. الفازو دايليتورز دول مين؟ حاجه من الاثنين بس. يا توقف الفازو كونستريكشن يا تعمل انت فازو دايليتيشن. كان لسه واحد زيكم بيسالني دلوقتي. بيقول لي هو ليه يا دكتور لما بدي انتاجونست بيحصل العكس؟ يعني مثلا بقى واحد بياخد الفا بلوكر. طب اساسا الالفا بلوكر بيروح يقفل على الاجونست بس. طب ليه الضغط بيوصل؟ انت حضرتك في بالانس في جسمك. في ايه؟ دلوقتي في فازو كونستريكتورز وفي فازو دايليتورز في جسمك، عاملين بالانس، مخلي الدايمتر ده نورمال. طب لو انت وقعت الفازو كونستريكتور هيحصل فازو دايليتيشن. لو انت وقفت الفازو دايليتيشن يحصل فازو كونستريكشن ويعلى الضغط، فهمنا يا جماعه؟ فلما تيجي توقف الضغط وعايز تعمل فازو ريديشن ممكن تعمل فازو ريديشن بطريقتين، يا اما تقفل على الفازو ريستريكشن يا اما انت تخش تعمل فازو ريديشن. تاني ما هو حضرتك عشان تعمل فازو ريديشن اللي يحصل يتعطل الاندوجينس فازو كونستريكتور يا تيجي انت من بره تعمل لي الفازو ريديشن يتحقق بطريقتين، بلوك اوف فازو كونستريكشن او ستيميوليشن او اكتيفيشن للفازو ريديشن.
مين هم اهم تو سيستمز بروديوس فازو كونستريكشن في الجسم؟ مين اهم تو سيستمز في جسمك يعملوا لك فازو كونستريكشن؟ السمباثيتك والرنين. السمباثيتك. وبالتالي حضرتك لازم تدي ادويه اسمها سمباسو ليتك، ادرينرجيك ريسبتور بلوك، ادرينرجيك نيورونال بلوك، جانجليون بلوك، سنترالي اكتنج سمباسو. هذا شباب صح؟ ده مين سمباسو؟ خلصناهم دول؟ في سيستم كمان مهم جدا 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 اسمه رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. فحضرتك لو عايز توقف الضغط لازم تدي رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم بلوك. انت عشان تقفل الفازو كونستريكشن تعمل مين؟ هتقفل السمباثيتك او هتقفل الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. او حضرتك زي ما اتفقنا تديني حاجه من بره تبدا تزود الفازو كونستريكشن. عم نبدا باول عيله، عيله التيربس. طيب لو ذكرتها قرايه هتطلع، لو ذكرتها كلام كده في الكتب كله هيخش في بعض، انما حضرتك لو رسمتها زي ما انا هرسمها كده او صورتها وذاكرت وانت بتبص على الرسمه هتفرق معاك بشكل غير طبيعي، لدرجه انك ممكن يوم الامتحان قبل الامتحان بدقيقتين ثلاثة تبص في الصورة تذاكر في الدرس. دي ميزة الدرس وصعوبتها في نفس الوقت. لو حبيت تذاكرها من الورق كده لوحدها مالهاش أي لازمة. كله يخش في بعض بتوب. ودايما واحنا بنذاكر الدرس اعتبر الدرس دي حكاية قصة. قصة. لا خطوات. لا حلقات. نمشي مع القصة بتاعتنا دي نوصل لها تكون كمان. أول نوع من القصص اللي طبعا نوع مشهور جدا وتقريبا معظم الناس اللي بتاخد دروس في الدرس. سايا زايد. حلوة. أولا الدايوريتكس عشان تعمل إدرار للكون عشان تزود اليورين فوليوم الادويه الرئيسيه اللي هتشتغل كده دورها الاساسي نفريوريتك. اسمها ايه؟ اللفظ ده يعني هتمنع الصوديوم ري ابزوربشن، يعني هتزود الصوديوم اكسكريشن في اليورين. طب انا هبتدي ايه؟ اصل الصوديوم هياخد ميته معايا. انت لما تمنع دخول الصوديوم، لما تمنع الري ابزوربشن بتاع الصوديوم، يبقى الصوديوم هياخد الميه وينزل فين؟ يبقى في ده الهدف الاساسي للدايوريتك عشان تدي الاكشن اللي انت بتتكلم عنه ده، لازم تمنع الصوديوم ري ولازم تعمل صوديوم اكسكريشن عشان يسحب الميه معاه ويعمل لي يورين سي. طيب حلو كويس. هو الصوديوم ري ابزوربشن بيحصل منين؟ من بره لجوه ولا من جوه لبره؟ يعني الصوديوم هو ماشي كده بيحصل له ايه ابزوربشن؟ ها؟ من ايه؟ من الليوم اللي جوه. من الليوم اللي التيوبولر صح؟ اه. فحضرتك عشان الدواء يقدر
يقدر يمنع الصوديوم ري ابزوربشن must be present in the lumen. لازم يكون هو اساسا موجود في اليوم عشان يقدر يوقف دخول الصوديوم. عارف اللي انا بقوله؟ يعني الدواء نفسه بتاعك عشان يمنع الري ابزوربشن بتاع الصوديوم لازم يكون هو جوه نفسه جوه الايه؟ عشان يعطل دخول الصوديوم. اول خطوه بتحصل، اول خطوه بتبتدي ان الدواء بتاعي يطلع من البلد تيوبولار سايد يخش اليوم. يبقى اول خطوه، اول ميكانيزم، اول خطوه بيبدا يشتغل فيها الساسايد الكدني نفسها تعمل له اكتف تيوبولار سيكريشن انسايد ذا تيوبولار ليوم. اول خطوه اللي بيحصل الكدني حضرتك هتخرجه من التيوبولار سايد تدخله جوه الليوم ويبدا الساسايد يتنشر. يتمشى لحد فين؟ لحد ما يوصل مكان شغله. مكان شغله فين هنا؟ ده مكان شغله ايه؟ المكان اسمه ايه؟ Early segment of distal convoluted tubule. حلو قوي. Early segment of distal convoluted tubule. جميل. وصل؟ اه وصل. يعمل ايه بقى؟ انا قلت لك يمنع الصوديوم ري ابزورب. قبل ما تقول لي يعمل ايه قول لي هو المكان ده اصلا بيحصل فيه ايه. المكان ده حضرتك بيحصل فيه ري ابزوربشن للصوديوم والكلورايد بنسبه 10%. طبعا معاهم الوتر بتاعهم طبعا. ده لور، ده فيسيولوجي. انا هروح اعمل ايه؟ همنع الحكايه دي. فالصوديوم حضرتك هينزل والووتر هينزل والكلورايد هينزل. المشكله لحد كده الخطوه ماشيه تمام. ها الساسايد راح فين؟ اكتف تيوبولار سيكريشن في اليوم اتمشى راح فين؟ ايرلي سيجمنت اوف ديستال كونجكتيفال. عمل ايه؟ تريبل اكتف ري ابزوربشن لمين؟ صوديوم ووتر كلورايد. حلو قوي. فحصل ايه؟ ساب الصوديوم والكلورايد اكسكريشن. في حضرتك هنا حارس مخصوص بيديله معلومات كل لحظة عن نسبة الصوديوم في البلاط. هي اتغيرت ولا زي ما هي؟ مين الحارس ده؟ الدوستيرون. حلو. الحارس ده جات له معلومات ان انت حضرتك خدت دواء والدواء ده عمل ايه؟ نقص نسبة الصوديوم في البلد ويزود نسبة الصوديوم في اليورين. ده اللي انت عملته. المعلومة دي وصلت لمين؟ فالراجل ده قال له يا سيدي انت نزل الصوديوم ده كله ليه؟ تعالى بعد اذنك هات لي شوية صوديوم ووتر وفي المقابل هديك مكانهم بوتاسيوم وهايدر. لحظة لحظة، هات لي شوية. يعني ايه شوية؟ يعني انا هاخد شويه واسيب لك الباقي. يبقى مين اللي نزل دلوقتي في اليورين؟ صوديوم نزل؟ اه نزل، ما خدتوش كله. كلورايد نزل، ووتر نزل، ونزل معاهم مين؟ بوتاسيوم. و انا كده خلصت كده كده السازات اشتغل دلوقتي ولا لا؟ طالما نزل صوديوم ووتر يبقى اشتغل دلوقتي. بعيد عن الحياة الثانيه اللي نزل. صح. بعيد. نعيد تاني. دخل على راح فين؟ عمل ايه؟ بلوك اكتف ري ابزورب صوديوم كلورايد بنسبه 10. حصل صوديوم كلورايد فقط، لكن اندر ذا افكت اوف ستيميوليت اندوسترون ريسبتور بيعمل صوديوم اند ووتر ري ابزوربشن اكسشينج مع بوتاسيوم. و مين اللي نزل دلوقتي في اليورين؟ صوديوم كلورايد ووتر بوتاسيوم هايدر. أنا هو الصيازيد بيوطي الضغط ولا لا؟ ايوه. ها؟ لسه قايل لك حالا اهو ان الصيازيد هايبو تنسب بالدايوريتيك اكشن. مش انا لسه قايل لك عشان توطي الضغط تسحب شويه دلوقتي كل يوم. مش لسه قايل حالا يبقى بيشتغل ايه؟ دايوريتيك حضرتك. ها؟
فهيقلل البلاد فوليوم. فلما يقلل البلاد فوليوم اكيد هيقلل البلاد بريشر. ولكن لقينا حاجة عجيبة دي. ممكن ان سب بريوريتي دوز اوف سايازايد فالضغط يرفع. يحصل ايه؟ سب بريوريتي دوز اوف سايازايد فالضغط يرفع. يبقى حضرتك الضغط يرفع بسبب ايه؟ بالدايوريتك. اه ده احنا عارفينه، بس اكيد في سبب تاني السايازايد بيوطي بالضغط، اللي هو ايه حضرتك؟ ريليز بروستاجلاندين ارتيريو دايليتور. ريليز بروستاجلاندين ارتيريو دايليتور. حضرتك السايازايد بيوقف الضغط. ها طبعا ازاي؟ بطريقتين، دايوريتك بيقلل البلاد فوليوم وبروستاجلاندين ارتيريو. مين فيهم الاهم بالنسبه للسايازايد؟ ايه مين فيهم الاهم بالنسبه للسايازايد؟ بروستا. والدليل ان انا لما اديت سب قلت البروز الضغط. نعيد يا شباب، صعبه حلو. السايازايد بيطلع بروستاجلاند فبيعمل ارتيريوم فالضغطيوم. يبقى كده السايازايد بيوطي الضغط بالدايوريتك وبالارتيريوم دايوريتك. صعب حلو، كمل مع بعض. معلومة مهمة، السايازايد وهو بيخرج من هنا حضرتك منع خروج اليوريك اسيد. هو اصل اليوريك اسيد بيخرج من نفس المكان ده اللي هو اسمه اورجانيك اسيد شانل. البوابة دي اسمها ايه؟ اورجانيك اسيد شانل. الطبيعي بتاعتها لو انت بتحط سايازايد بتخرج مين؟ طب لما تاخد السايازايد عشان السايازايد يخرج يمنع خروج مين؟ يبقى اليوريك اسيد ده يزيد في البلد ولا يزيد في اليورين؟ يبقى اليوريك اسيد في البلد. لا وكمان السايازايد بيعمل لك مشكله مش طريفه شويه، اللي هي ايه؟ بوتاسيوم اتشانل اوبنر. يعني ايه بوتاسيوم اتشانل اوبنر؟ يعني بفتح للبوتاسيوم، البوتاسيوم يطلع ولا يدخل؟ ها يطلع. ولما يطلع يحصل ايه جوه الخليه؟ هايبر. يعني يحصل انهيبيشن ولا ستيميليشن؟ هيعمل لي انهيبيشن للبيتا سيلز اوف ايليد فانجر هيد. فالانسولين يقل، فالجلوكوز حلو كده تمام كده. طيب حضرتك كده هنقعد يوم بعمل ايه؟ بعمل بوتاسيوم شانل اوبنر للبيتا سيلز، بقلل البيتا سيلز، انهبت البيتا سيلز، يبقى الانسولين ايه؟ يبقى الجلوكوز. حضرتك دلوقتي الجلوكوز زايد ومش ما بيخش التشو. طب هجيب انرجي منين؟ لايبولوسيس. انت دلوقتي مش عارف تدخل الجلوكوز للتشو، مش عارف تجيب انرجي من الجلوكوز، يبدا جسمك يعمل ايه؟ لايب. يبقى الليبيد اللي متخزن عندك يزوده في البلاد. لايبولوس ليبيد. مين اللي زاد لحد دلوقتي في البلاد؟ يوريك. ها بيعمل حاجه مهمه قوي، ستيميوليت اكتيفيت كالسيوم سنسيتيف ريسبتور. المنطقه دي اللي هي الايرلي سيجنال بتاع الديستال كونفوليوتد سيجنال دي في ريسبتور اسمها ايه؟ كالسيوم سنسيتيف ريسبتور. لما تشوف الكالسيوم تشد الضوء. انا عملت فيها ايه؟ قفلتها ولا شطتها؟ يعني يزيد الكالسيوم ري، يعني الكالسيوم نص يقل، يعني الكالسيوم في البلاط يزيد اهو. الكالسيوم يزيد اهو. صعب مشكلة. ولكن من ضمن العيوب الكثيرة جدا للسايازايد انه بيضيق لك جدا هيقفل ده ضايل، حاجة ضايل، بعيد خالص عن الميكانيزم اللي انا بقوله ده، وبعيد خالص عن البروستاجلاندين ارتيريو دايليتور ده خالص. بيعمل دايركت انهبيشن للجلوميرولر فلتريشن ريت.
قمة الخطورة للمريض اللي عنده رينا فيلد. ده في قمة الخطورة للمريض اللي عنده رينا الإسكيميا. انهبت الجلوميلا فلتريشن ريت مريض رينا فيلد محرم بالنسبة له، لأنه لو متصلب هيكمل عليه، لو بيشاور عقله على رينا فيلد هيخلص عليه، هيحوله لكمبليت رينا فيلد. ليه؟ انهبت جلوميلا فلتريشن ريت. لما تيجي تصنف الصيازين كذا تصنف هاي إفيكاسي ولا مودريت إفيكاسي ولا لو إفيكاسي؟ معرفش صنفه إيه. طيب لما أقول لك في أدوية هتقلل الصوديوم ري أبسوربشن بنسبة 25% يبقى هو أقوى منهم ولا أضعف منهم؟ ولما اقول لك في ادويه هتقلل الصوديوم ري ابسوربشن بنسبه 5% يبقى هو اضعف منهم ولا اقوى منهم؟ يبقى هو مودريت افيكاسي. وبما انه مودريت افيكاسي وبما انه دايوريتيك وبما انه بيوطي الضغط وبما انه بيقلل اللون اللي على الهارت، استخداماته مايلد تو مودريت قديمه، mild to moderate hypertension, mild to moderate congestive heart failure. صعبة ده المشكلة دي. يبقى فيليوز هتكتب ايه فيليوزس؟ mild to moderate edema, mild to moderate hypertension, mild to moderate congestive heart failure. فيها صعوبة؟ بيعمل ايه في الكالسيوم؟ يعني يعالج الهايبر كالسيميا ولا يوريا؟ ها طب يعمل ايه في الكالسيوم؟ طب يسحبه جوه. يعني الكالسيوم لو خارج كتير في اليورين يشده. طب هتستفيد ايه؟ اصل الكالسيوم لو زاد قوي في اليورين ممكن يعمل لي كالسيوم ستون، والكالسيوم لما يزيد خروجه في اليورين يعمل لي جوه جسمي هايبو كالسيميا. عشان كده يحبوا قوي يدوا الثيازيد كدواء للضغط في الناس الاولد ايج. ليه؟ عشان دايما يحافظوا على نسبه الكالسيوم عندهم عشان ما يحصلهمش اوستيو بروز. مايلد تو مودريت ايديما، مايلد تو مودريت هايبر تنشن، مايلد تو مودريت جست هارت فيلر، هايبر كال. ايه اكتر عيب مضايقك لحد دلوقتي؟ المشكله دي. طب ايه رايك بقى ان العيب ده انا هستفيد بيه في حالة اسمها diabetes insipidus. ايه ده في سنة ده؟ الانتي ديوريتيك هرمون مش شغال، فما بيجيش هنا يحصل water reabsorption، جسمك بيطلع فلويد بشكل كبير جدا، بيروح الحمام بشكل رهيب الراجل ده، ما بيحصلوش water reabsorption. ليه؟ الانتي ديوريتيك هرمون بتاعه مش شغال، فبيحصل ديزيز اسمه diabetes. يروح الحمام بشكل كتير جدا 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 ويشرب كتير ويحصله جفاف. عندي نوعين الديزيز ده، في نوعين، في مشكلة في الهرمون اسمه بيتيوتري فايل، اسمه الاندوكراين فايل، دورك تظبط الهرمون. لو ناقص ادي بديل ليه، لو ضعيف قوي. اسمه ايه؟ بيتيوتري فايل اوف دايابيتس. في نوع بقى يا دكتور اسمه رينال تايب، اسمه نيفروجينيك تايب، يعني الهرمون سليم بس الريسبتور اللي في الريسبتور تعبانة، بس الكيدني ما بتنفذش تعليمات الانتي ديوريتيك. في الحاله ابعت للكيدني قليل تعمل ايه؟ مش هي كل ما تبعت لها تطلع او تحافظ على الفلود؟ اديها قليل. فلما تديها قليل حتى لو فقدت في الاخر فقدت ايه؟ يعني كده حضرتك المريض بتاع الدايابيتس انسيبيدس لما ياخد ثيازيد فقد ميه اقل ولا اكتر؟ ها؟ اقل ولا اكتر؟ فحضرتك كده يبقى الثيازيد اشتغل معاه انتي دايوريتيك. يبقى مريض الدايابيتس انسيبيدس الثيازيد اشتغل معاه بارادوكسيكال انتي دايوريتيك. ليه؟ لانه بعت له
فعارف تقول يعني ايه؟ يعني قللوا البلمونر فلتريشن، يعني نسبه الفلويد اللي راح هنا قليله، فحتى لو فقد جزء كبير منها اسمه في الاخر فقد قليل. اعيد اليوز مايل تو مودريت، مايل تو مودريت، مايل تو مودريت، هايبر كال ونيفروجين تايب اوف دايابيتس. سايد افكتس هايبوهات على هايبرات، يعني هايبر يوريسيميا، في مشكله هايبر جلايسيميا، هايبر ليبيديميا، هايبر كالسيميا، الاربعه. هايبو تنشن، هايبو ناتريميا، هايبو كلوريميا، هايبو كاليميا ميتابوليك الكالوز. قلل الجلوميرولر فلتريشن ريت، دخلني فينا الفيلم. كنا كده كام؟ كنا كده 9 و10. زود عليهم حتى السيازايد دي من عيله اسمها عيله الصنفه، وعيله الصنفه دي مشهور عندها الحساسيه، يبقى في عيب مضمون ابدا. جميع البيوليتك تقريبا تراتوجينيك فيتو توكسيك. خلي بالك من السيازات في الست الحامل فيتو توكسيك. العيوب تانية هايبرات على هايبوهات، يعني ايه هايبرات؟ هايبر يوري، هايبر جلاي، هايبر ليبي، هايبر كال، وبعدين هايبو وهايبو كولي وهايبو كاليميا وميتابوليك، ويقلل الجماعة الفيريشن ريت، يدخل مريض فينال والصلفة كومباوند يعمل، وفي البريجنس يعمل. يعني ما ينفعش في الجودة، ما ينفعش في الدايبيتس، ما ينفعش في الهايبر ليبيديميا، ما ينفعش في الهايبر كالسيميا، ما ينفعش في الهايبر تنشن، ما ينفعش في الهايبو كاليميا. ايه الهايبو كاليميا؟ دخلت في ايه؟ ديجيتال ستوكسيس. الكالوز، خلي بالك من الكالوز دي مهمه. ليه بقى حضرتك؟ ما هو حضرتك اخونا الهيدروجين اللي هيطلع ده بيطلع منين؟ من تحول ال NH4 الى NH3. ايه المشكله؟ ولا حاجه. المشكله هتحصل لو مريض عنده ليفر سيفل، مش هيقدر يتعامل مع ال NH3 الخطيره. فليفر سيل فيلير مع امونيا بالشكل ده، ومش عارف الليفر يتعامل معاه، هتطلع على البرين تعمل لي هيباتيك كروما، هيباتيك انكيفالوباسي، غيبوبه الكبد. طب وبعدين يا دكتور؟ طب ما هو المريض اللي عنده ليفر سيل فيلير ده عنده اديما، ولو خد السيازايد الامونيا ال NH4 هتتحول الى NH، والليفر تعبان مش عارف يتعامل مع ال NH ايه؟ ممكن كده يدخل في هيباتيك ايه؟ خطر. لازم نحل المشكلة دي ونحلها دلوقتي. هقول لك على الحل دلوقتي. في صعوبة؟ يبقى ما يتخدش امتى؟ جاوت، دايابيتس، هايبرليبيديميا، هايبركالسيميا، رينال فيلير، هايبرتنشن، ديجيتاليس توكسيسيتي، حالات الالكالوز هتضر قوي هيباتيك ان، كيفالوباسي في حالات الالرجي والمرضى والبريجنسي. خلص الكلام؟ حضرتك فاكر حاجه اسمها ان سيد؟ مين ان سيد ده؟ بيقلل مين؟ بيقلل البروستاجلاندين دي، يعني بيقلل الارتيريو دايلتو بتاع السايزر. فاكر حاجه اسمها ديجيتاليز؟ اخباره ايه مع راس البوتاسيوم؟ هناك دواء مهم قوي اسمه بروبينيسيد. اسمه ايه؟ بيعمل ايه بقى البروبينيسيد؟ بيمنع خروج السيازايد. يعني ايه يمنع خروج السيازايد؟ يعني كل اللي انت قلته ده مش هيحصل. مش السيازايد عشان يعمل كل ده لازم اساسا يدخل جوه اليوم. يبقى البروبينيسيد بلوك ذا دايوريتيك اكشن اوف سيازايد، لانه منع وصوله لمكان شغله. ايه اللي مزعلك بالسايزايد؟
خلينا في انه بيقلل قوي الجلوكوز. طب ايه اللي زعلك كمان؟ ميتابوليك ديستربنس يا دكتور، اليوريك اسيد بيزيد والجلوكوز بيزيد والليبيد بيزيد، الدنيا بايظه. طب ايه رايك بقى في دوايين ان سي كيو مهمين مع السايازايد؟ اسمهم سايازايد انالوج. اسمهم ايه يا جماعه؟ سايازايد انالوج. عندي دواء اسمه انديبامايد، ده حضرتك هيعمل ايه؟ هيعمل لك سايازايد لايك ويزاوت ميتابوليك ديستربنس. يعني يشتغل الحكايه دي وما يشتغلش الحكايه دي. ده كمان على فكره الانديبامايد ده لو رجعت كده امبارح في الكالسيوم شانل بلوكر هتلاقيه مكتوب وسطهم. ليه؟ اصله بيشتغل كالسيوم شانل بلوكر فازو دايليت. يعني الانديبامايد ده له شغلتين، سايازايد انالو بدون الميتابوليك ديستربنس وكالسيوم شانل بلوكر فازو دايليت. اسمه ايه؟ ده هو مشهور جدا علاج ده، اسمه ناتريليكس، مشهور جدا. طب المشكله اللي الراجل قال عليها اللي هو الجلوميرولر فلتريشن ريت، عندي يا سيدي ميتولازون. الميتولازون نو انهبيشن للجلوميرولر فلتريشن ريت، نو انهبيشن للجلوميرولر فلتريشن ريت. اللي عايز يصور الرسمه يصورها، استنى دقيقتين ونكمل الدكتور. بيعمل ايه في اليوريك اسيد عشان هو بيزود الدم ازاي؟ بيعمل تمريض يعني على الريسبتور اليوريك اسيد ده، والسايد ليهم نفس الريسبتور. تمام. فلما السايد يمسك في الريسبتور بروبن السيد ده بقى بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن للريسبتور ده اسمه نفس الاكشن برضه، هو اقوى من الريسبتور عشان تروح فين؟ تيجي
The thick part of ascending limb of lobe of head. That mean? Thick part of ascending limb of lobe of head. قبل ما تقول هيعمل ايه؟ عرفني الفسيولوجي في المكان ده بيحصل فيه. عشان نعرف. حضرتك الفسيولوجي بيقول لنا ان المكان ده بيحصل فيه صوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ترانسبورت. يحصل فيه يا جماعة؟ الفسيولوجي بيقول لي ان المكان ده بيحصل فيه صوديوم بوتاسيوم كلورايد كو بدون ووتر. بدون ايه؟ فحضرتك دول لما يخشوا هنا في الحته دي كده بدون ووتر يخلي لك الحته دي هايبرتونيك. طيب وبعدين؟ فحضرتك لما يجي يحصل يورين فورميشن يجي الووتر يخرج يكتشف ان الحته دي هايبرتونيك فيعمل شوية ووتر ري ابزوربشن في المكان ده عشان يصلح الهايبرتونيسيتي اللي انا بسميه كاونتر كارنت مالتي بلاير سيستم. نعيد تاني. بيحصل هنا صوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ترانسبورت كله مع بعض بس دول بيخدوا الحتة دي ايه؟ هايبرتونيسيتي. فلما يجي يحصل يونت فورميشن كدني تكتشف ان الحته دي هايبرتونيك لازم تظبطها قبل ما تمشي قبل ما تبني الفلويد ده كله تظبطه. تظبطها ازاي؟ تعمل ووتر ري عشان تصلح الهايبر تعمل حاجه اسمها كاول كارنت مالتيبلاير سيستم والباقي يخرج في اليوم. صح ولا لا؟ ده فيسيولوجي. انا اديت مين دلوقتي؟ لو طلعت فين؟ في اليوم عملت ايه؟ عملت بلوك ده فمش هيحصل صوديوم بوتاسيوم كلورايد كو ترانسبورت ري ابزورب فمش هيحصل هايبر تونيسيتي فمش هيحصل كاونتر كارنت مالتيبلاير سيستم فمش هيحصل ووتر ري فهيحصل ووتر لوس. لأول حاجة هتنزل يا موس ووتر لوس. متفقين؟ صعبة؟ يبقى ده اشتغل دايركت. اشتغل دايوريتك بنسبة قد ايه؟ اقول لحضرتك الصوديوم هنا كان بيشكل 25% يبقى لما يجي يسحب ووتر عشان يعزله هيسحب ووتر كتير ولا ووتر قليل؟ لا ووتر كتير. يعني هنا الدايوريتك اكشن بتاع النوب اكتر ولا اقل من السيازايد؟ لا طبعا اكتر. طيب وبعدين؟ مش انت منعت دول؟ دول هيكملوا معاك بقى الصوديوم يكمل والكلورايد والبوتاسيوم. مين الحارس اللي بيديله تعليمات ومعلومات فبكم؟ الالدوستيرون. قالوا له يا عم احنا خدنا دواء هنا بعد اذنك لقص الصوديوم بالبلاط وتخليه في اليورين فراح كان مشغل الالدوستيرون ريسبتور فسحب شويه صوديوم وراح جاي مطلع مكانهم بوتاسيوم وهايدرو. مين اللي نزل في اليورين لحد دلوقتي؟ صوديوم كتير بوتاسيوم كتير برضه كلورايد ووتر كتير قوي. ده اللي حصل؟ انا جبت حاجه زياده اللي نزل قلت صح صوديوم بوتاسيوم كلورايد ووتر وهيدروجين طبعا ده اكيد وهيدروجين. تمام يا شباب؟ دي مشكله كده اشتغل دايركت. السؤال هو اللوب دايركت هايبوتنسيف ولا لا؟ هايبوتنسيف ولا لا؟ اه هايبوتنسيف يا دكتور. بيعمل هايبو. انا بكتب لك الكلام في نفس الاماكن. بيعمل هايبوتنسيف ازاي؟ بوتنت دايوريتك بيقلل البلاد فوليوم جامد جدا لدرجه ان ممكن يوصل المريض للدي هايدريشن دوت الضغط جامد قوي. بس بمين؟ هو ملوش بروستاجلاندين ولا ايه؟ لا ليه بروستاجلاندين بس البروستاجلاندين بتاعته فينو دايوريتك والفينو دي ما تاثرش في الارتري ما تاثرش في البريفرال ريزيستنس. الفينو دي زي ما اتفقنا امبارح انها بتقلل الفينس
فتقلل تقلل بعد كده حاجه اسمها الكارديك او البوت. وعلى فكره تقليل الكارديك او البوت ده ياثر على مين؟ على السيستوليك مش على الدايستوليك. هي بروستاجلاندين بس في نو دايركت. طيب حلو. بتعمل برضه بوتاسيوم تشانل اوبنر على البيتا سيل، فتقلل برضه الانسولين، فتزود برضه الجلوكوز. وهي بتخرج بتمنع خروج اليوريك اسيد، تزود اليوريك اسيد. لما الجلوكوز يزيد اجيب طاقه منين؟ يزيد الليفل. قلت لك في نفس الاماكن عشان براجع معاك انا الصيادات دلوقتي. طيب هو ايه اخبار الكالسيوم سنسيتيف ريسبتور؟ بقفل عكس مين؟ فيحصل حضرتك كالسيوم لوس، يزيد الكالسيوم اكسكريشن، ما يحصلش كالسيوم ري، يبقى الكالسيوم في الخلاط يزيد ولا يقل؟ يبقى انا هعمل الكالسيوم اللي هيجي عليكم. طيب جميل رائع. ومفيد جدا 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 لو المريض عنده نقص في الجلوميرولر فلتريشن ريت، لو المريض بيشاور عقله على الرينال فيلير. ليه يا سيدي؟ بيقدر بالدايركت اكشن يزود الجلوميرولر فلتريشن ريت. رائع، مفيد جدا، مفيد جدا جدا. نعيد النقطه صعب نستخدمه فين؟ انت صنفته ايه دلوقتي؟ مودريت افيكاسي ولا هاي افيكاسي؟ يبقى ناخده في السيفير ريزيستنت فيتينا. هناك كان ايه بقى؟ ناخده في السيفير مالجنانت هايبرتنشن، ناخده في السيفير كونجستيف هارت فيلير اللي احنا بنسميها اكيوت بالمونري ايديا، صح ولا لا؟ طب ناخده في الهايبر كالس؟ لا. هنا بقى كالسيميا حضرتك، لانه بيزود الكالسيوم ايه؟ اكسكريشن. يعني لو الكالسيوم زياده استفيد بيه. ها يبقى هنا بيعالج الهايبر كالس، انما هناك بيعالج الهايبر كالس. رائع ومفيد وبيحسن الجلوبال فلتريشن ريت، فممكن تستفيد بيه في الاكيوت رينال فيلير. بيظبط لي جدا وبيحسن لي الجلوبال فلتريشن ريت، تستفيد بيه في الاكيوت رينال فيلير. هي الاستخدامات الدرجه مين هما؟ سيفير ريزيستنت سيفير مالجنان هايبر تنشن، سيفير كونجستيف هارت هايبر كال اكيوت رينال. بس العيوب هايبوهات على هايبر هايبر يوريسيميا هايبر هايبر هايبو هايبو ناتريميا هايبو كاليميا هايبو في هاي ديليشن. خش يا استاذ دي على قد كده انما ده شديد قوي. ميتابوليك اللوب تبع مركبات الصلفة قالش اللوب في الحمل تراتوجينيك فيكوتوكس، اللوب في الحمل تراتوجينيك فيكوتوكس، اللوب صلفة قالش زي اخوه بالظبط. ما يتخدش في الجوز، في الديابيتس، في الهايبر ليبيديميا، في الهايبو تنشن، في الهايبو كالسيميا، في الديجيتاليز. وبرضه خلي بالك من هيباتيك انكيفالوس، خلي بالك من ليفر سيل فيلير، لانه مش هيعرف يتعامل مع الامونيا. ما هو انت الهيدروجين طلع منين؟ حول ال NH4 الى ده دكتوره جدا على المريض. طب دي مشكله كبيره، ازاي نعرف نحلها؟ هنقول لك دلوقتي. لانك بتنقص الصوديوم والبوتاسيوم بنسبه كبيره، مش مشكله. لو الكرونيك ديستربنس، الكرونيك ديستربنس اوف صوديوم اند بوتاسيوم الكترولايت في البيري ليمب والاندو ليمب،
of inner ear يبوظ السمع. نقص الخلية المتسم بنسبة كبيرة، فما تمشيش عليها فترة طويلة لأن ده ممكن يأثر على مين؟ ها؟ بيري لينف برضو. خلي بالك لما هتنقص الصوديوم والبوتاسيوم بنسبة كبيرة والمدة طويلة يبقى أنت عملت خلل في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم في الرينال تيوبيول. ايه الكلام المتناقض ده؟ مش متناقض ولا حاجة. لو مريض عنده أكيوت رينال فيلير الجلوكوز بريشر عنده ناقص ادهوله ادهوله لحد ما يتظبط، بس ما تطولش معاه قوي. التطويل معاه ده انك تطلع بوتاسيوم وصوديوم بنسبه كبيره وتعمل خلل بنسبه الصوديوم والبوتاسيوم في الرينال تيوب لمده طويله فيؤدي الى نيكروتوكسيس. مين هم اللوكال فروزي وايلد تولاتكس؟ وده رائع جدا حقن وحش جدا قولة ليه وحش جدا؟ بايو أدرينالين دي تعبانة قوي ماكسيمم 50%. تاني عايز تستفيد من فروزمايد خده حقن رائع مفيد جدا وبيشتغل بسرعة قوي. يبقى الفروزمايد عايز تستخدمه استخدمه ايه؟ راس صعب 50% بقى بلد. طب ايه رأيك في البيومي تي نايت؟ ده 100% بايو أرجينالين. خدنا واحد فرق كبير من التزامات. إيش كل لوكال اسمه نيزا؟ نعمل بريتش. حتى إنه رب، حتى واحد نروح.